خطوات سريعة يخطوها حزب مستقبل وطن الذي استطاع أن يصل إلى مراكز متقدمة في ترتيب الأحزاب على المقاعد الفردية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب منذ تأسيسه في أغسطس 2014 على يد محمد بدران الشاب الذي لم يتخطى 24 عاما. البلد دلوقتي محتاجة دفع لقدام، دفع لقدام، دم جديد، دم شباب عنده القدرة ان هو يعطي، يقدر يتحرك، يقدر يعمل حاجة، عنده حماس. ما ينفعش ان يكون الحزب كله شباب، لان مش هينفع نوقف مصير مصر على 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 مجموعة شباب ما فيش خبرة. وجوده في مجلس الشعب هو يكسبه، هيكتسب بيه خبرة، مش هيكتسب خبرة بين يوم وليلة. مش عايزين نرجع لورا، الأشكال القديمة كلها مش عايزين، عايزين نجرب الشباب مرة ونديهم فرصتهم. مستقبل وطن الذي خاض المرحلة الأولى من الانتخابات ب88 مرشحا على المقاعد الفردية استطاع حسم مقعد فردي وستة مقاعد على قائمة حب مصر والوصول لجولة الإعادة ب48 مرشحة. أنا بشوف إن الشاب دوت حلو، هيبقى عنده أفكار مختلفة ما شفناهاش قبل كده أكيد، لأنه بحكم إن هو شاب اتعامل مع السوشيال ميديا واتعامل مع أشكال جديدة من التطور عكس ما زمان مثلا كان واحد بيقرأ الجورنان، فهيقدر يطور وهيعمل أفكار ما كانتش موجودة قبل كده، فلازم نديله الفرصة والناس تساعدهم إن هم يوصلوا للناس. ده دليل اللي إحنا بنقول إن في شباب ورد، في شباب جيل جميل جاي، في شباب مش نايم، مش في شباب فيسبوك ولا شباب أهاوي. الأحزاب القديمة الشعب يعني مش شايف ان هي ليها لازمه، بقى لها كتير معاه وما عملتش اي حاجه، فلازم يجربوا جديد. مستقبل وطن ذلك الحزب الوليد استطاع تحقيق نتائج فشلت احزاب عريقه في تحقيقها طوال تاريخها، رغم وصول عدد الاحزاب في الحياه السياسيه المصريه الى ما يزيد على 110 احزاب. نسرين فؤاد، هنا العاصمه. أهلا بكم من جديد. هذه الفقرة ليست فقط مع مستقبل وطن ولكن مع مرشحين آخرين، وزي ما قلت لكم إحنا بنحاول في اليوم الأخير اللي قبل الصمت الانتخابي أن نكون معنا أكبر عدد من المرشحين، بس هنعمل إيه الحقيقة مش قادرين نجيب أكتر من هذا العدد. كان المفروض يكون معنا أستاذ محمد بدران رئيس مستقبل وطن، لكن في حالة وفاة عندهم في الحزب فاضطر أنه يكون مع أسرة المرشح، والبقاء لله. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الترتيب كده اللي هم قاعدين فيه. الأستاذ هيثم أبو العز الحريري المستقل دايرة محرم بيه، الأستاذة نشوى الديب، وما صدقت لقيت واحدة ست بصراحة، الأستاذة نشوى الديب مبابة وأمين لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الناصري، الأستاذ أحمد شمردن مستقبل وطن بني مزار ومطاي، الأستاذ محمد فؤاد زغلول مستقبل وطن مركز الفيوم، والأستاذ أحمد الفيشاوي مستقبل وطن كفر الدوار. أهلا بكم يا سادة وسيدات. أنا هبتدي بالست الأول. حلو التحيز ده، خليك على كده على طول. هبتدي بالتحيز، وأنا دايما أقول لكم كده يا جماعة بكل تحيز، لو أنت مش عارف مين في دايرتك نازل، مش عارف مين في الدايرة، اختار اتنين ستات او اختار واحدة ست، او شوف اي واحدة ست واختارها، هو ده المنطق بتاعنا في هذا البرنامج. احنا اختارنا ثلاث ستات او ثلاث ستات عشان احنا عندنا اربعة وكاميرا. نشوى انت في دايرة فيها ستات كتير. ده صحيح. انتوا ايه التنافس الستات ده غريب قوي. والله ده شيء رائع جدا، ومبابة حقيقي ضربت المثل لكل العالم بصراحة بالنتيجة، نتيجة الاعادة افرزت 8 منهم 3 ستات و2 من المسيحيين، ودي كانت لاول مره سابقه من اول مره، وبصراحه هي رساله من امبابه لكل العالم، ان امبابه اللي ادعوا عليها انها منطقه للتعصب والارهاب وغيره، لا بالنتيجه دي بتمسح العار ده. المنطقه الشعبيه اللي ممكن طبعاً. ما يعني بالعكس بتثبت انها بتدعم المراه بالظبط، وفي وعي بيدلل على انها في وعي، مؤمنه بالمواطنه، مؤمنه بالمساواه، ما فيش تمييز، وده بصراحه خطوه جديده نحو مصر الجديده. وكانوا دايما بيروج ان امبابه منطقه فيها تطرف عالي. ده صحيح. احنا بالنتيجة دي بالفعل، وان شاء الله يا رب يطلع مسلم ويطلع مسيحي وتطلع امرأة من الرباعي ان شاء الله اللي هيطلع، احنا بالنتيجة دي بنقول للعالم كله لا تعصب لا تمييز، شعب امبابة شعب واعي جدا،
بشكرهم جدا ان هم نزلوا، بشكرهم ان هم هينزلوا مره تانية يدلوا باصواتهم اعلى واكتر في العدد ان شاء الله. خليني اقول بس مين اللي نازل معاك يا نشوى في امبابه. استاذ طارق عبد الكريم، استاذه شاديه هريدي، استاذ احمد عيد غنيمي مصريين احرار، استاذ اشرف ميخائيل مصريين احرار، استاذ ايهاب الخولي المحافظين، ده ايهاب برضو اسم كبير، رانيا ابو شقه مستقل، وروماني حنا مستقبل وطن. نعم نعم. انت بقى هتقدمي ايه الناس لاهل امبابه؟ بالحقيقه انا ما انفصلتش ابدا عن اهل امبابه، انا نزلت قبل كده مرتين وما انفصلتش، يعني انا مش من المرشحين اللي بييجوا يخدموا اثناء الانتخابات ثم يبعدوا عن الشارع. نائبة قبل كده؟ لا، انا نزلت في الكوتة في 2010 ونزلت في الانتخابات السابقه وحققت رقم كويس، انا كنت محققه في الانتخابات السابقه 21800 وشويه. المره دي انا حققت 22041 وكنت على راس الثمانيه اللي نجحوا بيعيدوا، اللي بعدي اقل مني ب 3000 صوت كمان. فكان الحمد لله رب العالمين ده اللي وهبهولي اهل امبابه الواعيين اللي فاهمين واللي بيقفوا ورا المراه، مش حاسين ان في فرق بين امراه ورجل، بالعكس الناس لما بيكون عندها مشكله بيرجعوا لي انا نشوى الست اللي معاهم اللي بتخدمهم اللي وسطيهم اللي بتاخد وتآزر كل مواطن. أنا مؤمنة جدا بالعمل المجتمعي اللي فيه تواصل مع الجماهير، هو اللي بيوصل بالفعل إلى محبة الناس للمرشح. ولهذا عدم انفصال لسنين طويلة وشغل اللي زاد عن 20 سنة في الشارع مع الناس هو بالفعل اللي توج بوجودي وسط الناس بهذا الشكل وإيمانهم بي يعني. فما فيش فرق هنا بين كونه امرأة في وسط الشارع أو رجل في وسط الشارع، هو ماذا تقدم للناس. بالظبط. هيثم، طبعا هيثم النجل الراحل النائب الكبير القيادي اليساري العظيم أبو العز الحريري اللي بنترحم كلنا عليه. أبو العز كان صديق شخصي ليا الحقيقة، يعني رقمه لسه على هاتفي، لما بعوز حد من أسرته بتصل برقم أبو العز الحريري. انت نازل باسمك ولا باسم الوالد بقى؟ انا نازل باسمي وبتشرف ان انا ابن ابو العز حريري، ومش بس ابن ابو العز حريري، احنا اسره كلنا اسره مناضله، يعني الام نفسها يعني طبعا. من زمان اسره مناضله، والوالده في الاتحاد الاشتراكي من زمان وليها دور في محرم بيه، فانا نازل اكمل تاريخ احنا بدأناه ومشينا على نفس المنهج. لكن للاسف يعني احنا في بعد ما ربنا كرمنا بفضل الله وفضل ثقه اهل دائره محرم بيه كلهم وحققنا رقم يعني غير مسبوق في محرم بيه 23891 بعد المصريين بالخارج عدينا ل 24000. اللي بعديك ممدوح حسني خليل 12454. الفارق الكبير كمان كان بالنسبه لي مفاجاه، وكان يعني شيء اسعدني اشعرني بالراحه يعني. لكن للاسف احنا بعد الاعلان النتيجه دي بدانا نواجه بحرب شرسه وحرب يعني غير شريفه، انه بدا يتم تشويه المرشح اللي بقى موجود على راس القائمه او على راس المرشحين اللي بيعيدوا، وبدا يدعي شويه اكاذيب ملهاش اي اصل. يعني تخيل حضرتك ان احنا اخوان، ابو العز الحريري وهيثم الحريري، احنا في مجلس نقابه المهندسين بقى لنا سنتين، احنا اسقطنا هم على يسار خالص، هم اليسار اليسار. ابو العز الحريري اللي اتضرب في سيدي جابر واعتدى عليه قبل كده في ميدان التحرير، وانا كنت معاه وتم الاعتداء علينا، بقينا دلوقتي اخوان، وبعد كده بنتهم ان احنا ضد الدوله او ضد السيسي او ضد الجيش، واحنا من الناس اللي طول عمرنا بنرفع شعار جيشنا ده فوق الراس مرفوع، وحتى اذا كان في شكل من اشكال الخلاف السياسي مع من يدير البلد في وقت المجلس العسكري فكان الخلاف سياسي وليس الخلاف عسكري. ودايما بنقول للناس انه احنا معارضتنا دايما معارضه بناءه، عمرنا ما بنقف قصاد اي رئيس لمجرد خلاف شخصي، احنا دايما البوصله بتاعتنا هو ضميرنا الوطني ومصلحه الناس. احنا لما اخترنا شعار دمجنا بين حاجتين، دمجنا بين مستقبل مصر جايه، وده كان شعار ابو العز الحريري الله يرحمه، ودمجنا بين العداله الاجتماعيه. اي قرار هيقدمه رئيس جمهوريه، هيقدمه رئيس وزراء، هيقدمه اي زميل جوه المجلس بيحقق العداله الاجتماعيه، احنا واقفين جنبه وبنسنده بكل قوه. اي قرار عكس دوت هيرجعنا للسياسات القديمه احنا هنتصدى ليه، لانه الشعب والشباب اللي نزل في 25 يناير وفي 30 يونيو لهم حق علينا، لهم حق ان احنا نحقق مطالب الشعب ده. الشعب مش طالب اي حاجه غير ان هو يحقق العداله الاجتماعيه. انا واثق ان في رغبه عند بعض المسؤولين وعند رئيس الدوله ان يحقق بعض المشاريع في هذا الاتجاه، وفعلا قدم بعض القوانين كانت بالنسبه لنا ايجابيه جدا وساندناها، زي الحد الادنى والاقصى الاجور، زي لما عمل شريحه الكهرباء والميه وثبت اول 3 شرائح دعما للفقراء والبسطاء. هذا الامر يجب ان نقف جنبه ونسنده، لكن اذا راينا اي قرار عكس هذا الاتجاه واجبنا الوطني
بدون معارضه كل الناس. بدون معارضه قويه جوه البلد عمر ما هتبقى الحكومه قويه، والرئيس محتاج يسمع الراي والراي الاخر. صح. فكره ان احنا داخلين نسقف ونطبل في البرلمان دي فكره خاطئه جدا. هيثم، كنا بنتكلم قبل ما ندخل الفقره انك حزين ان الاقبال مش كبير جدا، وبتقول لي ان دي اول انتخابات نزيهه فعلا. انت شفت انتخابات مع الوالد كتير؟ انا الامانه شفت انتخابات كتير جدا، وشفت كميه تزوير من كل يعني من كل المسؤولين او المشرفين على العمليه الانتخابيه. لكن انا يوم الانتخابات الساعه 9 الصبح كنت في اللجنه، الساعه 12 خدت قرار وبلغت كل زملائي اللي بيشاركوا معايا اطلعوا بره اللجان، مالكوش دعوه باللجان، لان لقيت الجيش بيستكمل دوره الوطني في الاشراف على الانتخابات او تامين الانتخابات من اول ثوره يناير حتى الان بشكل محترم جدا. القضاه ماشيين زي الساعه وزي وعلى المسطره بدون اي اخطاء، بدون اي تجاوزات، بدون اي ملاحظات جوه اللجنه. انا بتكلم على دايره محرم بيه. حتى الشرطه لاول مره تحارب المال السياسي اللي كان موجود في الشارع. صحيح. قوات الامن نزلت الشارع وقبضت على عدد من الناس اللي بتوزع فلوس. الناس بتوزع فلوس كده عيني عينك، تابعين لاحد المرشحين، قبضوا عليهم وتم احتجازهم. وده كان موقف بالنسبه لي موقف يحترم جدا، ونزلنا بيان شكرنا فيه القضاء وشكرنا فيه الجيش وشكرنا فيه الشرطه، وده كان الساعه 6 مساء. احنا معركتنا الرئيسيه دلوقتي ليها وجهين. اولا المال السياسي، المال السياسي عندنا بداية محرم بيه يعني حدث ولا حرج. الصوت انا سمعت ان هو وصل لحد 500 جنيه في كفر الدوار، واحنا عندنا كمان وصل 500 جنيه في محرم بيه. فانا مش متخيل ازاي هندخل البرلمان اللي جاي حد داخل يشتري اصوات ب 500 جنيه ويصرف ما يقارب 7 8 10 مليون في يوم واحد بس. فده داخل يعمل ايه للبرلمان؟ الفكره الثانيه انه في اعضاء سابقين من الحزب الوطني. انا لا اتصور ان البرلمان الحقيقي اللي هيجي بعد ثوره يناير وبعد 30 يونيو يكون فيه نواب من المجلس السابق اللي كان في 2010 او 2005. اعتقد ان مصر عايز تفتح صفحه جديده مع شباب جديد، وانا سعيد ان انا موجود مع عدد من الشباب اللي بيمثلوا الجيل بتاعي واللي انا بتشرف ان انا بنتمي ليه، واتمنى ان احنا نكون موجودين كلنا في البرلمان الجديد باكبر نسبه بعيده عن كل الوجوه القديمه. ملحوظه بس، انا في المرحلة الأولى خط الانتخابات على كتفي، ما دخلتش في أي شكل من أشكال التحالف مع أي زميل مرشح. وفي الإعادة نفس الأمر، في أكاذيب كتير بتتداول إن أنا يعني بتعاون مع أحد مرشح الحزب الوطني السابقين. أنا لن أتحالف مع أي مواطن لسبب واحد، إن أنا بحترم الإرادة الشعبية للمصري. المصري من حقه يخش يختار حضرتك أو أنا أو أي حد زميل تاني، واللي هيجيبه في الآخر الصندوق هو ده اللي لازم نرفع له القبعة ونسنده كلنا. صح. أستاذ أحمد شماردن، بني مزار، إيه اللي خلاك أولا تدخل مستقبل وطن؟ احكولي حكاية مستقبل وطن دي. حكاية بالنسبة لي لغز إن فجأة هذا الحزب الصغير، مجموعة من رجال أعمال محترمين بيمولوا هذا الحزب، وزي ما قال لي بدران قبل كده، وده شيء محترم، ما عندناش شيء مشكلة طالما لا يستخدم المال السياسي. يعني طالما ان انتوا تكون ما تكونوش مشاركين انتوا كمان في فكره شراء الاصوات زي ما يقال. اتفضل. هو حضرتك قبل ما اجاوب على السؤال احب اتوجه باسم الحزب وباسمي وباسم استاذ محمد بدران رئيس الحزب بخالص العزاء للاستاذ محمد عبد المنعم، الحاج محمد عبد المنعم، وهو الحاج محمد عبد المنعم اسماعيل، وهو كان رئيس جمعيه منتج القصب، والد الزميل اللي كان معانا في المرحله الاولى استاذ احمد محمد عبد المنعم اسماعيل. وكان الاستاذ محمد بدران حريص على انه يقدم واجب العزاء بنفسه، لان كانت بتربطه بيه علاقه قويه، وكان بيديله دفعه معنويه بصفه انه راجل بيمثل اتجاه سياسي وشخصيه سياسيه مرموقه. فانا بتوجه لاحمد بخلص واجب العزاء. كلنا بنوجه له العزاء. بني مزار بقى، وايه اللي خلاك اولا تدخل مستقبل الوطن؟ حضرتك مستقبل الوطن انا خدت فيه القرار متاخر في ان انا ادخله. عجبني جدا مستقبل الوطن على المستوى المركزي وعلى المستوى الاقليمي في ادائه. عجبتني فكره ان احنا نخلق ان يبقى فيه امين حزب لاول مره هو مصنف اصغر امين حزب على مستوى العالم. الفكره نفسها حبيتها انها بتكسر عزوف الشباب عن عدم الممارسه السياسيه. حسيت ان الحزب ده هيكون له مستقبل. مستقبله في ايه؟ الشباب كانت في طول الفترات السابقه بتنتمي لاحزاب رؤسائها كبار سنيا، فكان الشباب بيستغل كوقود لمعركه انتخابيه، وبعد كده ما بيلاقيش نفسه، ما بيلاقيش اهدافه، ما بيلاقيش اماله، حد بينقلها له هناك. فالاول مره يجي شاب وحزب بيكون بيمثل الهيكل التنظيمي بتاعه كله شباب، فاكيد هينحاز بحكم
شريحته العمريه لقضايا الشباب. الشباب مهتم جدا بقصه مستقبل الوطن. مستقبل الوطن حاسس ان هو المظله الشرعيه للشباب حاليا انه يلتف لكي يحصل على استحقاقاته السياسيه على الارض. طب هل بصراحه صوره بدران بجوار الرئيس السيسي على مركب المحروسه، يعني هذه الصوره لها شقين، فيها شق تقول لك والله الرئيس يستعين بالشباب، والشق الاخر وهو اشمعنى ده اللي موجود جنب الرئيس؟ يعني برضو ده اسئله طرحت. هو اشمعنى ده؟ رؤساء الاحزاب معظمهم موجودين من سنين. اشمعنى ده؟ لان الرئيس داخل، يعني في وجهه نظري انا، الرئيس السيسي داخل بفكر مختلف تماما في الفتره الجايه، على يقين تمام اليقين الرئيس السيسي انه شايف ان القدره الشبابيه وان مصر بلد شابه بيمثل فيها الشباب حوالي 60%، فهو كون ان يدي اشاره او رمزيه بيدي رمزيه للشباب، لانه لو في رئيس شاب تاني في سن محمد بدران كان ممكن يطلع على المركب. هو عايز يقول للشباب ان دي مظله شرعيه، الشباب يا ريت ينتمي اليها، الشباب هيلاقوا نفسه في حزب زي حزب مستقبل وطن. انا شايف ان الرئيس السيسي خد القرار ده لانه هو ده شاب و 24 سنه لاول مره نشوف رئيس حزب عنده 24 سنه. طبعا كان رئيس حد طلبه والى ذلك. بني مزار بقى هتعمل، قول لي، او اهل بني مزار ينتخبوك ليه؟ اهل مطايب بنا مزار دي دايره مدمجه من مركز مطايب بنا مزار. انا هقول لك بس ان انتوا ايه، اربع مقاعد، يعني انتوا ثمانيه. احنا ثمانيه. استاذ ايهاب رمزي، حزب الحريه، معتز صفوت مستقل، شحاته غريب، مصطفى خالد فتح الباب مستقل، حماده علي مستقبل وطن، حضرتك، محمد عادل بدوي المؤتمر، محمود يحيى مستقبل وطن. انتوا ازاي انتوا زي ايه ثلاثه من مستقبل وطن؟ اللي هو بقى برضو دي نظريه الدوائر المفتوحه دي. أيوه. او الدوائر، هي دي دايره مدمجه اندمجت بين مركز مطايا ومركز بنا مزار، ما فيهاش تكافؤ. مركز بنا مزار حوالي زايد عن مركز مطايا حوالي 170 الف صوت. احنا بنعيد يعني ثمانيه مع بعض. حضرتك اللي بتسالي عن ايه؟ يا فندم على بني مزار بقى، قول لي بني مزار يعني ليه الناس تنتخبك؟ ليه الناس تنتخبني في الدائره بتاعتي اللي هي بنا مزار مطايب او مطايب بنا مزار؟ لان احنا دلوقتي يعني داخلين مجلس الشعب برؤيه جديده مختلفه عن السابق، بنرسخ لثقافه جديده ان المجلس ده ما يكونش امتداد للمجالس السابقه، فيكون ما غيرناش حاجه وما عملناش حاجه. عايزين عضو مجلس الشعب يشتغل بشكل مؤسسي شويه، يشتغل على الارض شويه، عضو مجلس الشعب يبعد عن قصه ان هو يكون واسع على الدائره بقدر ما يكون هو ناقل لافكار الدائره، ناقل لطموحات الدائره، ناقل لاحباطات الدائره. فاحنا داخلين على اساس ان احنا جزء اصيل في فكر عضو مجلس الشعب، فكر الشباب وفكر الكيانات اللي موجوده، هنرسخ لقصه ان احنا نعمل كيانات في الدائره، كيان شباب، كيان فلاحين، كيان مرأة، تكون مرجعيه شعبيه لعضو مجلس الشعب. فاي استحقاق او اي قانون يخص الشريحه دي يرجع ليها بشكل مباشر. انا هسالكم عموما اسئله عامه عن الاقتصاد وكده، لكن اسمع الاستاذ محمد فؤاد زغلول، دايره الفيوم، مركز الفيوم. الفيوم دي اخوان عنيفه يعني، بس ازاي قدرتوا تخترقوا بقى هذا المكان؟ والله هو يمكن محافظه الفيوم ليها طبيعه خاصه في من هذا المنطلق، ولكن بفضل ربنا علينا انه ربنا اكرمنا وقدمنا نفسنا وطرحنا نفسنا لاهل دايرتنا، وبشكل كبير نولنا ثقه عدد كبير من اهل الدايره، وانتقلنا للجوله الثانيه، لجوله الاعاده في الانتخابات، ونعمل من ربنا سبحانه وتعالى انه يوفقنا، لانه محمد فؤاد اصغر مرشح في مرشحين الدائره كلها. انت اصغر مرشح في المرشحين، انتوا مقعدين يعني هتعيدوا اربعه. سيد احمد سلطان، ومحمد مصطفى عبد الخولي، محمد رمضان حسن الطايفي، ده حزب نور، وحضرتك. يمكن الناس في الدائره شافوا. انت من ولاد الفيوم؟ طبعا. الناس شافوا نموذج لشاب، نموذج جديد، لانه محمد فؤاد تمرسنا وتدربنا مع وزارة الشباب بشكل كبير جدا في نشاط برلمان الطلاع وبرلمان الشباب. يعني يمكن التجربة بتاع برلمان الشباب مع الوزارة ادتنا خلفية وخليتنا ملمين بشكل كبير جدا بفكرة البرلمان والرقابة البرلمانية وامور كتيرة جدا، ولائحة البرلمان واللائحة الداخلية وجدول الاعمال. هتواجه النور ازاي؟ عندك مين اصعب مرشح قدامك؟ حزب النور؟ لا، الاثنين اللي في الاول، لان هما الاثنين وطني. سيد احمد سلطان وطني ومحمد مصطفى وطني، وطني قدام يعني. دول وطني قدام. ف
نأمل أنه من أهل دائرتنا أنه يكونوا بيميلوا زينا وزي أهل مصر كلهم للتغيير ويجنحوا للتغيير، ويمكن التغيير هي فكرة الثقة في الشباب. هي طبعًا. فكرة الثقة، لأن ممكن أحيانا بيكون النايب بتاعه ده، يعني ما هو مش كل الوطني كانوا سيئين، لكن في النهاية هو بيقول أن احتمال المرشح بتاعه، الناخب عفوا، المرشح بتاعه ده أو النائب بتاعه ده كان بيحلله مشاكله. فهو فكرة الثقة والتغيير دي برضو محتاجة ثقة عملية من الناس. عملية التغيير عملية مش سهلة، ولكن يعني بعد ثورتين أعتقد أنه التغيير أصبح مطلوب، ولما بننزل للشارع اعتقد ان الشارع بيميل هو كمان للتغيير، وخاصة ان احنا بنواجه كشباب مال سياسي بشكل برضو عندكم في الفيوم طبعا كل مال سياسي بشكل كبير جدا، يمكن اصبح اهل الدايرة يلحظوا ده بشكل واضح جدا. حاسس انه مؤثر، يعني يا جماعه انتوا حاسين ان المال السياسي ده مؤثر؟ مؤثر. الناس بتقبل ده ولا لا؟ مؤثر مؤثر ليه؟ بس احنا بنتكلم في محافظة ليها ظروف خاصة، ظروف صعبة جدا في وضع اقتصادي، أمية، فقر، صحة، مستوى متدني في الخدمات كلها على مستوى القطاعات. محافظة الفيوم كانت بتتزيل تقرير التنمية المحلية دايما، وبالتالي يمكن الناس تكون معذورة، لأنه الناس اعتادت إنها ما بتشوفش عضو البرلمان بتاعها إلا كل 5 سنين، وبالتالي المثل السائد أو الفكرة السائدة اللي نطلب منهم أحسن منهم هناخد منهم اللي ناخده دلوقتي، لأنه بعد كده كده مش هنشوفهم. استاذ احمد الفيشاوي، كفر الدوار، كفر الدوار ايه مشاكلها بقى؟ يعني ايه كفر الدوار؟ الاول انا بشكر كل اهل كفر الدوار على ثقتهم، لان لولاهم ما كنت انا في الاعاده وما كنت مع حضرتك في البرنامج. ولكن كفر الدوار مدينه يعني ظلمت اكثر من مدن كتير في مصر، في مدن كتير في مصر وقع عليهم ظلم، لكن اكثرهم كفر الدوار، لأن كفر الدوار تقريبا فيها أكثر من 4 مصانع كان فيهم مصنع الغزل، يعني من أحد قلاع الصناعة في الشرق الأوسط، مقفول. مشكلة كفر الدوار إن مئات الآلاف من مشكلة كفر الدوار إن مئات الآلاف من سكانها كان كل شغلهم ومصدر رزقهم هو المصانع، والمصانع اتقفلت بقرار من الخصخصة صوت عليه نواب الشعب السابقين. وطبعا مشكلة كفر الدوار الكبيرة بتكمن ان احنا نلاقي حل للمصانع دي. وانا برضو عايز اتكلم عن المال السياسي اللي تعرضنا له في الانتخابات، لانه المال السياسي ده طلع ناس في الاعادة ونزل ناس ما بكل اسف. طبعا العملية الانتخابية دارت بمنتهى الشفافية زي ما ذكر الأستاذ هيثم، ولكن المناديب اللي كانت بتجيب السيارات بالناس من الشوارع وتقبض على الصوت 300 جنيه و500 جنيه ده طلع ناس ونزل ناس آخرين. أنا تقريبا بعيد في وسط 7 مرشحين كلهم لهم باع كبير في المجال السياسي قبل كده، ونواب سابقين، كان في منهم نواب سابقين أكثر من 4 أو 5، واثنين من حزب النور. خليني اقول برضو المرشحين الاخرين، محمود عادل شعلان، مهندس محمود عبد الله هيبه، عماد فؤاد ناصف، اسلام المغربي حزب النور، المهندس محمود هيبه ايضا حزب النور، عماد فؤاد ناصف السلام الديمقراطي، اسلام المغربي النور، محمد سعد مستقل وحضرتك مستقبل وطن، دكتور عيد علي بلبع مستقل، واللواء محمد وصال مستقل. اتفضل. نعم. كفر الدوار طبعا زي ما قلت لسعادتك ان الظلم الاكبر اللي واقع عليها ان كل، انا بكرر وبزيد بكرر الحته دي مرارا وتكرارا، لان انا طبعا موجود باستمرار يوميا بقالي 1.5 سنة بعمل حمله انتخابيه، في ان المصانع اغلقت وبيع مكانها في مزاد علني على انها خرده ونقلت لمصانع القطاع الخاص. بس انا برضو عايز لازلت كل ثقه في اهل كفر الدوار، مدينه ومركز كفر الدوار، ان هم هيكونوا اول دايره تقدم نموذج جديد، نموذج اول مره يجي يشتغل بالعمل السياسي احمد الفيشاوي، لانه لو ما حصلش كده صعب جدا جدا، مع احترامنا طبعا لكل النواب الوطن السابقين، مش كلهم ناس زي ما حضرتك قلتي فاسدين، فيهم ناس كويسين، لكن ايه اللي عملناه لو شفنا الجلسه الافتتاحيه لمجلس الشعب فيها 4 نواب كانوا وطني في مش هيبقوا 4، ايه اللي عملناه؟ 4 عند حضرتك، لا ده 4 في دايرة كفر الدوار، عشان كده شويه كتير، عشان كده
احنا لازلنا قوايم بقى كمان انت ما شفتش. عشان كده يا استاذه لميس احنا لازلنا عندنا امل ان اهل كفر الدوار ان شاء الله هينتفضوا في جوله الاعاده، وان شاء الله هنسيطر على العصابات اللي بتعرف تجيب الناس اللي هم كسروا المال السياسي. يا استاذه لميس الناس دي خلوا تليفونات التليفونات على الشاشه يا جماعه لو سمحتوا عشان ناخد اتصالات الناس. يا استاذه لميس الناس دي اصلا جت منين؟ الناس دي وصلت للفقر ده منين؟ من قوانين صوت عليها نواب الشعب السابقين، ودلوقتي بيجيبوا اجنداتهم كل اللي قدموا له خدمه على حساب الناس وهي مش من حقه قبل كده بيستدعوه عشان يقف معاهم تاني في الانتخابات. فعشان كده طيب انا عايزة اسال بقى جيل الشباب او متوسطي العمر الجيل اللي قاعد قدامي ده، انتوا عايزين ايه؟ يعني ايه بتستهدفوا ايه من دخول البرلمان ده؟ يعني هيثم نشوه كلكم انتوا عايزين ايه من هذا البرلمان؟ ازاي تقدروا تحققوا هذا شباب محبط؟ الجيل كله عنده احساس بالاحباط، انه عمل ثورتين، الاوضاع الاقتصاديه ما بتتحسنش، الفساد موجود، في مشاكل يعني. فالفكره ايه، احباط ولا قوم الاحباط ده واخش وانزل واغير؟ انا مش محبط على الاطلاق، انا بالعكس انا يعني طول عمري ببقى متفائل جدا، وده كان شعار حملتنا ان انت مصر جاي، احنا املين في المستقبل. انا واحد من شباب الثوره اللي برغم ان قطاع من الشباب عازف عن المشاركه، لكن انا مقتنع تماما ان التغيير مش بس بالثوره، التغيير محتاج ان احنا ننقل الثوره دي للبرلمان، ومش هيتنقل بالبرلمان الا لما اللي امنوا بالثوره وشاركوا فيها ونزلوا من اجلها يكونوا موجودين في البرلمان. فكره وجود نواب سابقين جوه البرلمان، انا معترض على فكره انه دولت نواب الخدمات فالناس تجيبهم مره ثانيه، لانه النظام السابق كان بيحصر الخدمات على رجال الحزب الوطني. فاحنا لو فضلنا اسرر فكره مين قدم خدمه للناس هو ده اللي يعود مره اخرى ويقدم نفس الخدمات، وتفضل القوانين سيئه وتفضل الاقتصاد سيء ويفضل التعليم والصحه بهذا الانحدار، اعتقد ان احنا ماشيين في السكه غلط. انا بدعو لكل الشباب اللي كانوا موجودين في الثوره ان هم ينزلوا في مرحله الاعاده. انا كنت بتكلم على فكره الشمعه اللي بتنور، لما تكون الدنيا ضلمه وفي شمعه بتنور مطلوب من كل الناس ان هي تحوط عليها وتحافظ على نورها، ما نسيبهاش عريانين. احنا النهارده فكره المال السياسي اللي بنواجهها دي هي اخطر حاجه بتهدد البرلمان القادم. عندنا امل ان المجلس القادم ده بما له من تشريعات وقوانين بناء على الدستور الجديد، وانا مهتم جدا بثلاث قواضي، الفساد والتعليم والصحة. الثلاث أوائل دول أتمنى من رئيس الجمهورية ومن رئيس الوزراء اللي جاي سواء الحالي أو حد تاني جاي جديد يحط لهم أجندة واضحة وخطة زمنية محددة، زي ما عملنا قناة السويس جديدة في سنة، زي ما عملنا أو عايزين نعمل عاصمة جديدة في 10 شهور في 10,000 فدان. أتمنى خلال فترة محددة ننهض بالتعليم وننهض بالصحة، ده مطلوب من خلال يعني سياسة اقتصادية واضحة طبعا. سياسة اقتصادية واضحة تحقق العدالة الاجتماعية، تحقق ضرائب من خلال تطبيق الحد الادنى والاقصى للاجور والضرائب السعوديه، وتجيب استثمارات. عايزين بالظبط بالظبط، احنا محتاجين تنميه استثمارات يا جماعه، استقرار. التنميه والاستقرار هم الجناحين اللي ممكن يتحركوا بمصر لقدام. طبعا وبدون استثمارات الدوله مش هيبقى عندها ادوات انها تعمل تنميه. بالزبط. فاحنا محتاجين انه كمان القطاع الخاص يشتغل نشوه، بس هيقلع الضوابط المطلوبه. الاستثمارات مطلوب، قوانين طبعا تخدم عليها مطلوب، جهاز اداري لازم يتغير ولازم يتطور ولازم تحدثيه. ما هو علشان نحلم بشيء لازم نحط له القاعده السليمه اللي من خلاله ينطلق. أنا بصراحة أنا شايفة أن المرحلة الثانية إن شاء الله الشباب هينزل بشكل أكتر، لأني هاخد كلمة الشمعة اللي بتنور، النزاهة اللي شعرنا بيها كلنا في الانتخابات، في الجزء الأول من الانتخابات حقيقي خلت الناس يبقى عندها شيء من الثقة، وأصبح عندها تحفيز أنها بالفعل تنزل أكتر. ناس كتيرة جدا ما كانتش نزلت أعلنت أنها نازلة، ودوت بيقول لحاجة واحدة، بيقول لما بنمشي صح تجاه أحلامنا في تحقيق أهداف ثورة 25 يناير، 23 يوليو 23 يوليو العدالة الاجتماعية، نكمل مشوار 23 يوليو. الحزب الناصري لازم يرجع ل 23 يوليو برضه، ما يعني هي 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 بص لو حضرتك شفتي أحلام، لو شفتي أهداف ثورة 23 يوليو صدقيني مش هتختلف تماما عن 25 يناير ولا 30 يوليو. احنا كنا بنحلم بالعداله الاجتماعيه، وهو ده كان الحلم الباقي حتى الان، الاستقلال الوطني وحلم الباقي حتى الان، الحريه وهو الحلم الباقي حتى الان. فالناس كل ما بتاخدي خطوه تجاه تحقيق اهدافنا لثورتين السابقتين كلما كان هناك
ناس معاكي اكتر، بتشارك اكتر، عندها احلام اكتر. صدقيني ان اللي حصل في الانتخابات ديت هتلاقي الشباب في المحليات القادمه نازلين ونازلين بقوه. وده املي وده املي. واحنا من الان بنختار من الان وبنساهم في تدريب الشباب في حملتني. انا حملتي اصلا في عدد كبير جدا من الشباب شغال فيها، وانا احنا بندربهم خلال الحمله بإزاي يديروا حملة انتخابية في الفترة القادمة. احنا في مهتمين جدا بملفات مهمة جدا، ملف الصحة، ملف التعليم، مهتمين بأصحاب المعاشات جدا 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 جدا، يعني لأن هؤلاء الناس ظلموا وما زالوا أموالهم لابد من عودتها ليهم. بني مزار، عشان عندي اتصالات من بني مزار. مطاي بني مزار. مطاي. دايما أنسى مطاي، بس أنا أسف. اتفضل. سريعا بقى. لا ما انا ما خدتش حق. طب يلا بس عشان اخد تليفونات. حضرتك احنا داخلين مجلس الشعب بنقول بنطبق رؤيه جديده. في مشاكل 80% او يمكن 60% او 70% من المشاكل اللي بيعاني منها الشعب المصري دي مشاكل عايزه حلول مبتكره. احنا عندنا رؤى لشباب محترم كتير في مطايف بني مزار، قعدت معاهم، عندهم رؤى لحل مشاكل. انا واثق ان الرؤى دي هتحقق نجاحات كبيره جدا. يعني احنا مثلا ملف مثلا الشباب، ازاي نعالج مشاكل البطاله بتشريعات، ازاي ان انا اوصل مثلا عند ظهير صحراوي شرقي وظهير صحراوي غربي، في شركات بتاخد الاف الافدنه، لو انا عملت تشريع ان انا احصل على 10% من الشركات دي مستصلحه تتوزع على الشباب هجيب الاف الافدنه. لو ربطت الشركات دي بعمل دراسات جدوى لمنشات صناعيه تقوم على التصنيع الزراعي يبقى انا خلقت صناعه في المكان ده. نفس القصه بالنسبه للشباب، انا الشباب محبط من العمل في القطاع الخاص، دايما حاسس بعدم الاستقرار النفسي. لو وصلت معدلات الامان في القطاع الخاص اخليها توازي معدلات الامان في القطاع الحكومي، يعني الشاب هيطلع مستقر نفسيا. ثانيه واحده بس سريعا بقى. ماشي. هيستقر نفسيا ان هو يمارس. اهم نقطه اللي احنا عايزينها في البرلمان القادم ان احنا نتبنى ان الدستور يطبق على الارض. الدستور بيطبق على الارض في استحقاقات الدوله على المواطن فقط، في استحقاقات المواطن على الدوله ما فيش. ثلاث حاجات عايز تعملها في الفيوم. ثلاث حاجات عايز اعملهم في الفيوم. انا اتمنى ان الفيوم ودايره مركز الفيوم بشكل خاص ومحافظه الفيوم بوجه عام انهم يشوفوا نائب برلماني محترم ونموذج جديد لشاب برلماني، ان يبقى عندنا برلمان بيقوم بدوره التشريعي، برلمان بيقوم بدوره الرقابي، نائب يقدر يمثل الناس فعلا وينقل صوتهم للبرلمان علشان يكون وسيط ما بين المجتمع والشعب والحكومه. ليه الناس تنتخبك وما تنتخبش الاخرين يا استاذ هشام كفر الدوار؟ لا، الناس تنتخبني لان انا بمثل الجيل الجديد، ولان انا بمثل التغيير، ولانه انا نازل الانتخابات زي ما بيقولوا على دراعي، ولان انا الوجه الوحيد الجديد اللي مطروح في كفر الدوار حاليا. ولانه عايز اسال سؤال واحد بس يجاوبني عليه اعلى مسؤول في وزاره الصحه، ليه المستشفيات الكروي اللي في 724 بلد وعزبه وقريه في مركز كفر الدوار ليه مش بتشتغل وهي مصروف عليها مئات المليارات؟ دي مشكله عامه. وكمان يا استاذه لميس عايز اوجه بس. يا استاذه لميس عايز اوجه كلمه مهمه جدا. اتفضل يا فندم. لمعظم دوائر اللي فيها الشباب اللي حاضرين معايا ودايرتي خصوصا، في اماكن كتير احنا ما قدرناش نغطيها، وناس كتير بتقول ما تواصلناش معاها، وعائلات كتير بتقول احنا ما تواصلناش معاها. مش معنى ان احنا ما قدرناش نتواصل ان هم مش على خطنا، او ان احنا مش حابين نتواصل، ده لان الدايره واسعه جدا جدا جدا، الدايره واسعه. وعشان كده انا بدعو كل اهل كفر الدوار بندر ومركز ان هم يقدروا يغيروا في المرحله الثانيه القادمه، لانه اللي هو وصل على غير ارادتهم بشراء الاصوات وغيره 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 طيب. هيقدر يوصل معاه في المرحله الثانيه اللي هو عايزه مش اللي هم عايزينه. عشان كده انا بدعوهم يساندونا على قد ما يقدروا في المرحله اللي جايه. سريعا مؤمن، اتفضل يا مؤمن. الو. ايوه يا فندم اتفضل. الو. ايوه يا فندم. مساء الخير، اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ زميل. لا انا مش سامعه يا مؤمن، بالراحه اتفضل. مساء الخير يا استاذ زميل. مساء الفل، اهلا بيك. انا يا فندم اطلب من جميع الشباب المثقفين النزول والمشاركه في الانتخابات ديت. اشكرك. تمام. اولا الاستاذ احمد شمر ده اللي قدام حضرتك ده، انا مؤمن جدع من مركز مطاي. مطاي. من مطاي، مؤمن جدع من مركز مطاي. ايوه يا فندم. انا احمد شمر ده احنا لما قعدنا معاه قعده واثنين وثلاثه عنده فكر، عنده وعي ثقافي، تمام؟ يعني وفي حاجات كتير جدا هو هيعملها بصرف النظر، انا كنت مختلف معاه مره واثنين وثلاثه، فاكر قعدنا معاه؟ يعني اولا في حاجات كتير قوي حكى فيها وهيعملها بامر الله. بس انا مطلوب حاجه واحده، وفي حاجه عاوز اقول لك عليها حضرتك، احنا مظلومين ظلم بين ليه؟
انا تقريبا مش فاهمه الكلام اللي انت بتقوله يا مؤمن، انا اسفه جدا، بس فهمت ان انت من مطايوه بتؤيد الاستاذ احمد شمردن. طب مين معانا يا جماعه؟ محمد من اسكندريه، اتفضل يا محمد. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بيك. اهلا بيك، اتفضل. ازي دي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الحمد لله يا فندم، اتفضل. بص يا ستي، انا قبل كده دخلت معاك في مشاركه وقلنا احنا عزمنا على الانتخابات لان العدد كبير ومتلاقيين للمنتخب من بين العدد دي. وبعدين انا شخصيا خدت مراتي زوجتي ونزلنا انتخبنا الباشمهندس هيثم وانتخبنا شاب تاني اسمه عمرو على اساس ان الاثنين دول ما عندهمش ما بيدفعوش فلوس. فقلنا أنا وبعدين ده ابن الحريري. اللي انا عارف ان الحريري نصيبه، لكن ما اعرفش ان هيثم من الشراكين الثوريين. ما اعرفش ان هيثم اللي كان له وجهه نظر انه بيقول يدخل المعسكر. لا نسمع زي ما هو قال دلوقتي، انا كان ليا خلاف مع المجلس العسكري. هنرجع تاني لمقوله الاخوان، المجلس العسكري حاجه والجيش حاجه. جوه كله الا جيش يا استاذ لميس. انا ابني ضابط في الجيش. انا ما بنامش الليل يا استاذ لميس. طبعا. لما اشوفه قدام مني. يعني ما بعرفش طبعا، ما بقولوش حاجه. طب طلع نسمع. طلع عمر. معاك حاجة نازلة. نسمع رد هيثم يا استاذ محمد، نسمع رد. اتفضل، انا عاوز اسمعه. انا عاوز اسمعه. هتسمعه وخليك معايا. خليك معايا. دي من الحاجات اللي بيلعب فيها المال السياسي بشكل كبير. هل انت ضد الجيش يا هيثم؟ اولا انا لم اكن عضوا على الاطلاق في الاشتراكيين الثوريين ولا 6 ابريل ولا اي جماعه ولا اي حركه شبابيه، باستثناء حركه اسسناها في اسكندريه قبل الثوره اسمها الحمله الشعبيه لدعم مطالب التغيير لازم. رقم 2، احنا طول عمرنا بنقف جنب الجيش لان ده جيشنا الوطني، واحنا جيش والشرطه، البلد من غير جيش وشرطه هنبقى اسوا بكتير من ليبيا ومن العراق وكل دوت. احنا دايما بندعم الجيش. فكره الحكم العسكر، كل الناس اللي نزلت 25 يناير واستمرت في الشارع حتى الانتخابات الرئاسيه الاولانيه كانت بتنزل على خلاف سياسي مع مش مع المؤسسه العسكريه لكن مع المجلس العسكري. فكره يعني الربط بين يسقط حكم العسكر والجيش هي فكره خاطئه. احنا دايما كان لينا شعار واضح وثابت، جيشنا فوق الراس مرفوع والمجلس تبع المخلوع في السياسات اللي كانت بتتم. وكنا شايفين هناك بعض الاخطاء منها، وحضرتك تشتركي معايا في هذا الامر على ما اعتقد، فكره لجنه تعديل الدستور اللي كان فيها المستشار طارق البشري وكان فيها صبحي صالح من الاخوان المسلمين. احنا كنا شايفين دي اول مسمار في نعش الثوره، والناس اللي نزلت عشان تطالب المجلس العسكري بمحاكمه مبارك واستدعائه من شرم الشيخ لمحاكمته برضه كنا نازلين مش ضد الجيش، بالعكس كنا بنقف عند المنطقه الشماليه نوجه ليها التحيه والشكر، ولكن نؤكد على اختلافنا مع الاداره السياسيه للمسؤول عن البلاد، وكان في هذه اللحظه كان المشير طنطاوي قولا واحدا احنا مع الجيش. ده اقنعك ولا ايه؟ استاذ محمد يا فندم انا معاكي. ايوه كان عندك لقاء عظيم مع الاستاذ الكبير تمام. نعم. رغم خلافه مع كل سياسات الرئيس قال لك احنا عاوزين اصطفاف، قالها بالمعنى الواضح ولا بالمعنى اللي مش واضح ولا بكل المعاني. انا بتكلم حته، انا بخاف جدا من حته الاخوان اما يجي يقولوا المجلس العسكري حاجه والجيش حاجه ثانيه. انا انتخبت هيثم وده عقد بيني وبينه ان ما يطلعش من الشراكين الثوريين، الا اني ببص لصفحته بعد كده لان انا عندي وقت في العاده، لقيت كل اصحابه وكل مؤيدينه وكل داعمي حملته بيتكلموا يسقط حكم العسكر، بيتكلموا على السيسي اوسخ كلام. ما ينفعش. انا انتخبت، انا ممكن اشيلك حتى لو بقيت نائب لان ده عادي بيني وبينك، عاد على انك انت بتحب الجيش، وعاد على انك انت بتحترم الدوله. بتقول ليبيا، كلامك عظيم اللي انت طالع من بقك عظيم قوي، عاجبني قوي. انا اسمي محمد ملاح المحامي وانا عامل لك صفحه لدعم هيثم الحريري على اساس انا عارف مين هو ووالدك، لكن لقيتك انت وعلى صفحتك. طيب هو برضه هيرد عليك يا محمد. انا عايز اقول حاجه شخصيه ما كنتش حابب ان انا اسرها يعني، لكن انا شايف ان جيشنا وقواتنا المسلحه ليها دين في رقبتي، لان انا واحد من الناس اللي لما والده اصيب بسرطان في الكبد مش بس قوات المسلحه وقفت معايا، ده الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه اتصل بيه وامر بعلاجه عن افه الدوله، والقوات المسلحه والمنطقه الشماليه في اسكندريه وقفت معايا، وفي الوقت ده انا وجهت كل التحيه ونزل الكلام ده في الجرايد وطلع في التلفزيون للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحه. انا ارجو ان الناس تبقى فاهمه كويس قوي، احنا موقفنا تجاه الجيش بالنسبه لنا خط احمر، الجيش كمؤسسه وطنيه لا يجب المساس بها باي شكل من الاشكال. شكرا. ومحاوله الربط بين الاخوان وبين هذا الامر غير مقبول بالنسبه لنا على الاطلاق. شكرا يا محمد. عبد الناصر اتفضل. تحياتي لحضرتك يا استاذ رميس. اهلا بيك. اللي معاكي
وبتمنى للشباب دول ان هم ياخدوا خطوه الامام في الوطن ده ويكونوا ثمار امان للبلد ديت. البلد محتاجاكم ومحتاجه كل اللي زيكم كده. وانا بنادي الشباب بقول لهم اخرجوا من حاله الصمت اللي انتم فيها وحاله السلبيه ديت، شاركوا. مصر مش هتغير غير بمشاركتكم انتم طول ما انتم واقفين وسامعين كلام الاخوان وقاعدين في البيوت. دي مش مصلحه البلد. بشكرك قوي يا عبد الناصر بجد على الكلام ده، شكرا جزيلا. محي اتفضل يا محي. ازيك يا ست الكل؟ اهلا بيك. انا بحيي كل الشباب المرشحين عن حزب مستقبل الوطن. حضرتك احنا حزب مستقبل الوطن هنا في البحيره بنشجع كل الشباب الموجودين قدام حضرتك، وكمان اللي طلعوا في الجوله الاولانيه وما عادوش بنشجعهم ان هم خاضوا المغامره دي الكبيره دي، وبيعملوا يعني حاجات جديده على يعني نفسي صراحه الشعب يوقف مع الشباب دول. انت بتعيد يا محي؟ لا احنا عندنا الدكتور عصام الجرادي، انا حضرتك ناخب عادي. انت ناخب عادي، اوكي. يعني انا بشكرك. اوضح لحضرتك حاجه بعدين سريعا بس يعني داون. احنا عندنا برضه الدكتور عصام الجرادي داخل دائره المحموديه والرحمنيه حزب مستقبل وطن، كان راجل حزب وطني زمان، ولكن زي حضرتك ما بتقولي فيه شرفاء في الحزب الوطني، فعلا فيه ناس شرفاء. ملحوظه واحده بس برضه، حزب مستقبل الوطن كانوا زمان في الاحزاب القديمه بيقولوا دعم بالشباب دعم بالشباب، حزب مستقبل الوطن يقول دعم بالشيوخ، اي حزب قاعدته شبابيه ولكن ياخذ اراء، لكن في ايضا من كبار السن. طب انا بشكرك شكرا جزيلا. كلمات اخيره بقى عشان اتفضل. انا عايز اقول باختصار شديد، لانه طبعا انا لفيت في خلال سنه ونص حوالي 64 الف كيلو بعربيتي في دايره كفر الدوار، ودايره واسعه جدا. انا عايز اقول باختصار شديد قبل ما نتكلم في طلب الاحاطه والاستجواب وايه الفرق بين ده وايه ده وايه خطه خريطه الطريق اللي احنا هنشتغل عليها او اللي ربنا هيكرمه ويوصله يشتغل عليها، عايز اقول حاجه واحده بس. عايز اقول ان رغيف العيش سياسه، ان الانتهاء من مشاريع الصرف الصحي اللي هتوقع قرى وعزب وبعض احياء مدن كفر الدوار سياسه، ان 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 تطبيق منظومه الخبز في استكمال باقي الافران اللي ناقصه سياسه، ان تشغيل المستشفيات الكروي سياسه، ان بناء المدارس اللي بقالنا انا جاي من قريه بقالنا 5 سنين متبرعين بالارض وشارينها مش عارفين ناخد قرار ببنائها، كل ده سياسه. لما يا استاذه لميس ننتهي من كل ده وبعد كده نصطحب الشباب واهل مصر يلا بينا عشان هنعمل خريطه طريق لمصر سياسيه، هيتبعونا من غير كده ما حدش هيتبعنا ويسمع كلامنا. وعشان كده انا لازلت مصمم وكل ثقة، وبدعو كل أهل دايرتي وكل أهل دوائر مصر أن انتفضوا في العادة وقفوا معنا إحمي اللجان وعمليات سرقة الأصوات وتغيير إرادة الناخب وهو واقف قدام اللجان، انتفضوا معنا وساعدونا في المرحلة اللي جاية، عشان خاطر لو ما قدرتوش تدخلوا نواب جدد وعدد يليق ويقدر يعمل تناغم في المجلس اللي جاي، احنا بنرجع لنقطة الصفر يوم 25 يناير. انا وقتي ده من زمان. هل في اي حد عنده اي كلمة اخيرة نشوة؟ اتمنى ان الناس تنزل ان شاء الله يوم الثلاث والاربع اللي جاي بنسبة اكبر مما كانت عليه، واثقين ان شاء الرحمن ان احنا هنبقى نموذج مختلف تماما عن ما كنا نراه من برلمانيين من قبل دخلوا البرلمان يسقفوا ولا بيأزأزوا لب ولا بيناموا. احنا خلاص هذا الشكل انتهى تماما. هيبقى فيه انحياز تام لكل قضايا الوطن، لكل قضايا المناطق العشوائية بالذات اللي عددها أكتر من 1200 منطقة عشوائية منها منطقة امبابة، محتاجين الناس انها تعيش افضل، وكل هذه المناطق من حقها انها تعيش افضل، محتاجين تنمية في اقتصادية وزراعية وصناعية، ومحتاجين بالفعل تغيير لمنظومة الاقتصاد في ونضع كمان رؤية لاقتصادنا. محتاجين أولادنا يشتغلوا، محتاجين أولادنا يسكنوا، محتاجين أولادنا يتعلموا تعليم سليم يخدم على سوق العمل، ما يبقاش في فصل ما بين التعليم وما بين سوق العمل. محتاجين إن الناس لما تروح مستشفى تلاقي دواء وتلاقي أجهزة وتلاقي بالفعل يعني مظلة تأمينية حقيقية للعلاج المجاني، بحيث إن الناس بالفعل الصحة بتأثر على العمل، التعليم بيأثر على العمل،
المنظومة بأكملها لبناء مصر الجديدة لابد أن تكتمل. احنا وقتي خلص خلاص، احنا 30 ثانية بقى، سايبين لقاءات كتيرة جدا في الدايرة وجايين عشان نتكلم مع حضرتك. الله يخليك، بس أنا خلاص الساعة بقت كام؟ واحدة. أنا عندي رسالة سريعة للشباب إن هم اللي ما شاركوش في الجولة الأولى ينزلوا، لأنه أصوات الشباب في المرحلة الثانية في الإعادة مهمة جدا. احنا عندنا في الإعادة مواجهة بين مجموعتين، مجموعة بتمثل جيل الشباب وبتمثل ثورة يناير، ووجه آخر بيمثل إعادة لشكل النظام القديم ورجال محسوبين على النظام السابق. احنا مشكلتنا في السياسات، إذا عدنا مرة أخرى بنفس رجال السياسات السابقة فهنستمر في نفس السياسات اللي أفسدت مصر ونهبت مصر، وزي ما قلت أدهرت الصحة والتعليم. أملي في مشاركة واسعة تحقق إرادة شعبية، يجيب نائب بإرادة شعبية عالية إن شاء الله. 30 ثانية. أنا أملي في شباب مطاي وشباب بنمزار كبير جدا، بتمنى إن الشباب تنزل بكثافة تفرض إرادتها، تأكد وترسخ عند الناس إن الشباب في المستقبل ليه إرادة تقدر تكون على أرض، لأن ليه استحقاق جاي، ويكونوا هم بيفرضوا بقوتهم دي إنهم يكونوا جزء أصيل في فكرة عضو مجلس الشعب في المرحلة اللي جاية. وإن شاء الله بإذن الله أنا أملي في شباب مطاي وبنمزار كبير وفي أهل ومطاي. بشكركم شكرا جزيلا. خلاص لا خلاص بشكركم شكرا جزيلا. أستاذ هيثم الحريري، أستاذ نشوى الديب، أستاذ محمد فؤاد زغلول، أستاذ أحمد شمردل، أستاذ أحمد الفيشاوي، بشكركم شكرا جزيلا. كلمة أخيرة، أنا لا أرد على السباب ولا أرد على المهاترات. لما أقول إن أنا كلمنا ضيف عشان يجي وهو اعتذر فأنا ما بكذبش وأنا ما بخافش. مرة تانية، أنا ما بخافش، لا خفت وقت الإخوان ولا خفت من التهديدات ولا خفت من القضايا ولا خفت من الضرائب ولا خفت من أي حاجة. ليه؟ لأن عندي إيمان واحد إن ربي بيحميني، وربي اللي هو عايزه هيكون، هيكون النهاردة، هيكون بكرة، هيكون بعده. ربي هو هو اللي هو اللي بيمشي الأمور، لا في حد مسنودة عليه ولا حد بيحميني ولا في أي حاجة. لكني لن أرد على السباب ببساطة، لأن دي تربيتي، وببساطة لأن أمي وأبويا علموني كده. أشكركم، وأيضا أثق في جمهوري المحترم، لأن هذا البرنامج برنامج محترم بيستضيف ناس محترمة. أشكركم شكرا جزيلا، نتقابل بكرة بإذن الله، وهذه دائما لميس الحديد تحييكم. تصبحوا على خير.